السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وتقرير جديد عن آخر تطورات الحرب في السودان. بعد أن سيطرت قوات الدعم السريع على جبل موية في ولاية سنار، بدأت تتمدد في هذه الولاية وتلاها السيطرة على مدينة سنجا عاصمة ولاية سنار، وبعد ذلك بدأت تتمدد في المناطق الجنوبية والشرقية من مدينة سنجا. أين وصلت قوات الدعم السريع في تقدمها في ولاية سنار؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله خلال هذه الدقائق. إذن المعارك الآن تتركز في ولاية سنار ومحاولات قوات الدعم السريع السيطرة على كامل هذه الولاية. إذن بعد أن سيطرت على جبل موية في الأيام الماضية، بدأت تتقدم نحو مدينة سنجا عاصمة ولاية سنار. قوات الجيش السوداني كانت تتوقع أن تتمدد القوات التابعة للدعم السريع إلى منطقة الجبلين لكي تعزل ولاية سنار عن ولاية النيل الأبيض، لكن القوات التابعة للدعم السريع باغتت قوات الجيش السوداني بتقدمها نحو مركز مدينة سنجا عاصمة ولاية سنار، وبعد ذلك بدأت تتقدم في مختلف الاتجاهات من أجل السيطرة الكاملة على ولاية سنار. إذن جبل موية هو الطريق الذي مهد التقدم لقوات الدعم السريع في وسط ولاية سنار، وسيطرت على مدينة سنجا لكي تقطع مسافة حوالي 60 كيلومتر من جبل موية وحتى مدينة سنجا، وبذلك تم مباغتة قوات الجيش السوداني بشكل كبير جدا، وهذا أدى إلى تراجع قوات الجيش السوداني وتمدد قوات الدعم السريع في مختلف الاتجاهات حول مدينة سنجا. إذن بعد أن سيطرت على سنجا، بدأت قوات الدعم السريع بعد أن وصلت إلى هذه المدينة بالتمدد بمختلف الاتجاهات، وخاصة إلى المناطق الشرقية من نهر النيل الأزرق. بعد أن سيطرت قوات الدعم السريع على سنجا، بدأت تتمدد بمختلف الاتجاهات من أجل السيطرة الكاملة على ولاية سنار، وتمكنت خلال الساعات الماضية من السيطرة على بلدة السوكي وكذلك بلدة الدندر، إضافة إلى بلدتي أم بنين وكذلك بلدة الدالي. تقدمات مهمة جدا وخطيرة في وسط ولاية سنار، وهذا يجعل القوات التابعة للدعم السريع أن تتمكن من السيطرة الكاملة على ولاية سنار، وهذا يعني أن قوات الدعم السريع مستمرة في تقدماتها من أجل تحقيق غايتها الأساسية في هذه المرحلة من الحرب، ألا وهي السيطرة الكاملة على الولايات الجنوبية الشرقية من السودان، وخصوصا ولاية سنار وولاية النيل الأبيض وكذلك ولاية جنوب كردوفان. وهذا يعني أن القوات التابعة للدعم السريع سوف تتمكن من السيطرة الكاملة على جنوب السودان، إضافة إلى المناطق الغربية التي تمكنت من السيطرة عليها في الأسابيع والأشهر الماضية. وغاية القوات التابعة للدعم السريع يبدو أنها تريد أن تصل إلى الحدود السودانية الأثيوبية لكي تفتح لها طريق عبر هذه الحدود من أجل أن تحصل على الدعم التي قد يأتي إلى قوات الدعم السريع من خارج السودان. إذن هذه آخر تطورات المعارك في جنوب شرق السودان، وخصوصا في ولاية وسط سنار ومحاولات القوات التابعة للدعم السريع السيطرة على هذه المناطق. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.